تعرض الجيش الأوكراني لهزيمة معنوية بعد سيطرة المتمردين على مطار دانيسك في وقت أدى تصاعد حدة المعارك في شرق البلاد إلى مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين بجروح خلال الساعات 24 الماضية. الخبير العسكري الأوكراني كوستانتين ماشوفيتس يعلق على هذه الأحداث قائلا: إذا كانت القوات الأوكرانية قد حافظت على السيطرة على المطار لكان المقاتلون المولون لروسيا قد وافقوا على شروطنا وتم نزع السلاح من أجزاء هامة من دانيسك وإزالة الخطر من المناطق المكتظة بالسكان. 18 جنديا أسيروا بعد معركة المطار وقام المتمردون بإرغامهم على المرور أمام جموع غاضبة حتى المكان الذي قصفت فيه حافلة صباح الخميس والتي لقي فيها 13 شخصا على الأقل مصرعهم. وقد تبدلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن تحمل مسؤولية هذا الهجوم والذي قد يؤدي إلى عودة المعارك إلى المستوى الذي كانت عليه قبل توقيع اتفاق السلام في مينسك.